السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالطلبة الأعزاء من خلال المحاضرة الثانية في مقياس قانون الجمارك بعنوان إدارة الجمارك وأعوان الجمارك. إذن على بركة الله نبدأ محاضرتنا من خلال الإشكال الأول: ما هو نطاق عمل إدارة الجمارك وكيف يتم إنشاؤها ومن يحدد اختصاصاتها؟ حسب نص المادة 28 من قانون الجمارك، تمارس إدارة الجمارك مهامها على كافة الإقليم الجمركي، ويتم تحديد اختصاصها عن طريق مقرر صادر عن المدير العام للجمارك، ويتم نشر المقرر بالجريدة الرسمية. ونشير أنه يحق للمدير العام للجمارك غلق المكاتب الجمركية، وذلك حسب حركة العمل، وبالتالي إدارة الجمارك تباشر مهامها على كافة الإقليم الجمركي دون استثناء، وهي تابعة للمدير العام للجمارك، يحدد مهامها عن طريق مقرر، وذلك المقرر ينشر بالجريدة الرسمية. إذن أمامكم صورة عن المديرية العامة للجمارك. قلنا بأنها عبارة عن إدارة مركزية، وهي الإدارة الأم المركزية التي تتبعها مديريات الجمارك ناهيك عن المكاتب الجمركية. وكما تلاحظون أمامكم هذا الهيكل العام الخاص بالمديرية العامة للجمارك، أضعه بين أيديكم من أجل الاطلاع عليه. وبالتالي المديرية العامة للجمارك والكائن مقرها بالجزائر العاصمة هي الإدارة المركزية، وبطبيعة الحال دائما تحتاج المركزية اللامركزية أي هيئات جهوية، وهناك 15 مديرية جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك. من ضمن المديريات الجهوية نشير إلى المديرية الجهوية للجمارك تلمسان. إذن اخترت لكم مديرية الجمارك لولاية تلمسان كأنموذجا. تحتل مديرية الجمارك لولاية تلمسان موقعا جغرافيا استراتيجيا، وذلك راجع لحسن تموقعها أين يقع مقرها بنهج العقيد لطفي تلمسان وسط مدينة تلمسان، فهي الإدارة الأم التي تتبعها إداريا عدة مكاتب جمركية جهوية، ويبلغ عددها 11 مكتبا موزع إقليميا في كل المناطق الحدودية. ومن تلك المكاتب تتم الإشارة إلى المكتب الجهوي للجمارك مغنية، والمكتب الجهوي الغزاوات، والمكتب الجهوي باب العسا. وبالتالي قلنا بأن المديرية العامة للجمارك هو الجهاز المركزي، تتبعه مديريات جهوية فرعية تدخل فيها مديرية الجمارك لولاية تلمسان. قلنا أيضا بأن داخل المديرية الجهوية لولاية تلمسان هناك مكاتب جمركية تكون على حسب الكثافة السكانية وعلى حسب المسافة. بطبيعة الحال يبلغ عدد المكاتب الجمركية 11 مكتب، من بين المكاتب المكتب الجهوي مغنية، الغزاوات، باب العسا إلى غير ذلك. وعن الإطار الهيكلي لمديرية الجمارك لولاية تلمسان نقول: إن إدارة الجمارك لولاية تلمسان يشرف عليها المدير الجهوي للجمارك لولاية تلمسان، وتنقسم إلى 5 مصالح كالتالي: مصلحة المراقبة الجمركية تهتم بالوقاية والأمن، مصلحة الإدارة والوسائل تهتم بالأمور المرتبطة بتسيير شؤون المستخدمين والميزانية والمحاسبة، مصلحة الإعلام الآلي والاتصال تهتم بكل ما يرتبط بالإعلام الآلي والإحصائيات، مصلحة المنازعات تهتم بالأمور المرتبطة بالمنازعات وتنفيذ الأحكام الجزائية، المصلحة التقنية وتهتم بالأمور المرتبطة بالضريبة والجباية. وبالتالي نتساءل: ما هي حقوق أعوان الجمارك؟ مع الإشارة أنه من خلال هذه المحاضرة سوف نعالج الحقوق والالتزامات وليس مهام أعوان الجمارك. إذن نعالج حقوق أعوان الجمارك. نشير بداية أنه وبعد أن يقوم أعوان الجمارك بأداء اليمين بالمحكمة التي يقع داخل اختصاصها مكتب الجمارك، فإنهم يستفيدون من الحقوق التالية: أولاً، الحماية الجنائية من العرقلة أثناء أداء مهامهم، أي من أي عرقلة أو أي ضغط. ثانياً، الحماية الجنائية من أي اعتداء أو تعدي أو سب أو شتم أثناء أداء
أداء مهامهم. نشير أن هناك فرق بين العرقلة وأيضا الاعتداء، فإن تعرض العون الجمركي للعرقلة نكون بصدد جريمة عرقلة موظف أثناء أداء مهامه. من قبيل صور العرقلة نشير إلى عدم تسليم الوثائق على سبيل المثال. أما الحماية الجنائية من الاعتداء نعني بها تلك الحماية التي يوفرها القانون الجنائي لعون الجمارك في حالة تعرض إلى سب أو شتم أو أي اعتداء في أي صورة. ثالثاً، من بين حقوق أعوان الجمارك لهم الحق في مطالبة المساعدة من السلطات المدنية أو العسكرية خلال أداء مهامهم، وذلك راجع لأن مهامهم والهدف من وجود إدارة الجمارك هو حماية الاقتصاد الوطني والإقليم الوطني بطبيعة الحال. رابعاً، يحصل أعوان الجمارك على بطاقة تسمى بطاقة التفويض، هي شبيهة بالبطاقة المهنية، تحدد فيها أسماءهم ورتبتهم مع تقديم البطاقة في حال طلبها، ويتم إعادة هذه البطاقة من طرف أعوان الجمارك عند انتهاء مهامهم إما بالعزل أو التقاعد. خامساً، لأعوان الجمارك الحق في استعمال السلاح، وذلك في الحالات التالية: إذا ما تعرضوا لاعتداء من طرف مسلح، في حالة عدم امتثال صاحب المركبة أو وسيلة النقل لأمر التوقيف ناهيك عن عدم تمكن عون إدارة الجمارك من إيقافه، وأيضاً يمكنهم استعمال السلاح من أجل إيقاف الحيوانات والأحصنة المستعملة في الغش. نشير بأن لأعوان إدارة الجمارك أن يستعملوا السلاح فقط في الحالات التالية: إذا ما لم يتمكنوا من إيقاف المشتبه فيه أو الشخص الذي لم يمتثل لأمر التوقف بالطريقة العادية يمكنهم ملاحقته، ويفترض أن يتم إطلاق النار على عجلات السيارة هذا عمليا، لكن إن تعذر عليهم الأمر أجاز لهم القانون بكل الحالات استعمال السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم في حالة الاعتداء، وأيضا من أجل إيقاف صاحب السيارة بطبيعة الحال. سادساً، لأعوان الجمارك الحق في الحصول على بدلة نظامية تحدد شروطها عن طريق مقرر من وزير المالية، مع الإشارة أن كل أعوان الجمارك في حالة فصلهم من وظيفتهم أو مغادرتها يجب عليهم أولاً رد بطاقة التفويض والسجلات والأختام وكل التجهيزات التي سلمت إليهم، كما هو الشأن بالنسبة للمحضر القضائي في حالة الوفاة أو انتهاء المهام ناهيك على بعض الموظفين. يجب على أعوان الجمارك إعادة كل ما يرتبط بإدارة الجمارك من ذلك البطاقة المهنية والأختام وحتى كل التجهيزات التي سلمت إليهم. سابعاً، من حق أعوان الجمارك الاطلاع، إذ يمكن لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل أن يطالبوا في أي وقت بالوثائق التي تهمهم، كأن يتعلق الأمر بالفاتورة أو السجلات، كما يمكنهم أن يمارسوا هذا الحق بوكالات النقل وبمحطة النقل البري لدى مستغلي المستودعات الجمركية. ثامناً، مراقبة هوية الأشخاص، إذ يمكن لأعوان الجمارك خلال ممارسة وظيفتهم أو مهامهم أن يراقبوا هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون إلى الإقليم الجمركي، كما يحق لهم اقتياد أي شخص لم يثبت هويته أمام مراكز الأمن بهدف التأكد من هويته شرط إعلام وكيل الجمهورية بطبيعة الحال، لأن الأمر يرتبط بالأشخاص إذ لا يحق لهم إكراه أي شخص واقتياده أمام مراكز الأمن إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية بصفته ممثل للحق العام بطبيعة الحال. بعد ذلك، من حق إدارة الجمارك المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية، اتخول القانون لأعوان الجمارك دخول جميع مكاتب البريد وقاعات الفرز الموجودة بمراكز البريد ناهيك عن محلات البريد السريع بهدف ماذا أو لأجل ماذا أن يبحثوا داخل المظاريف المغلقة.
إذن وبعد أن تطرقنا إلى الحقوق التي خولها القانون لأعوان الجمارك، نتكلم الآن عن الحق في التفتيش كإجراء جوهري خوله المشرع لأعوان الجمارك. نقول بداية أنه مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقة، يحق لأعوان الجمارك ما يلي: أولاً، التفتيش عن طريق الفحص الطبي في حالة وجود شك لدى أعوان الجمارك أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة داخل جسمه، أو زئبق فضي أو أحمر أو أحجار كريمة أو لؤلؤ، يمكن أن يخضعوه للفحص الطبي من أجل الكشف عنه. نشير أيضاً أنه لا يمكن إخضاع الشخص المشتبه فيه إلى الفحص الطبي إلا بموافقته، وفي حالة رفضه هنا بطبيعة الحال يتقدم أعوان الجمارك بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة من أجل الحصول على أمر بإجراء الفحص الطبي على المشتبه فيه. هنا كفكرة عن هذا الحق المخول لأعوان إدارة الجمارك، نقول أنه إذا وجد شك لدى أعوان الجمارك أن المشتبه فيه يحمل مواد مهربة داخل جسمه، بغض النظر عن مكان الموجودة فيه، هنا يمكنهم إخضاعه للفحص الطبي. يتم الفحص عن طريق فحص الأشعة بطبيعة الحال. إذا وافق، هنا يتم إجراء الفحص لدى طبيب يتابع لإدارة الجمارك. أما إذا رفض، يمكنهم التقدم إلى السيد رئيس المحكمة من أجل الحصول على ترخيص بإجراء الفحص الطبي. هنا تبقى السلطة التقديرية لرئيس المحكمة، يمكنه أن يأمر على الفور بإجراء الفحص الطبي للمشتبه فيه، كما يمكن لرئيس المحكمة بطبيعة الحال الرفض إذا رأى أن لا داعي لذلك. النوع الثاني من أنواع التفتيش هو التفتيش الجسدي للمشتبه فيه، إذ يمكن لأعوان الجمارك إجراء تفتيش جسدي للأشخاص المشتبه فيهم أنهم يحملون بضائع محل الغش. هنا يتوجب الامتثال لأوامر أعوان الجمارك من طرف المشتبه فيه. يتم التفتيش الجسدي بطبيعة الحال بأماكن مخصصة لهذا الغرض. ثالث نوع هو تفتيش المركبات أو وسيلة النقل، إذ يحق لأعوان الجمارك أن يفتشوا المركبات، وعلى صاحب وسيلة النقل أن يمتثل لأوامر أعوان الجمارك، وبهدف ضمان امتثال السائق لأمر عون الجمارك أن يتوقف أو أن يسمح له بتفتيش السيارة. هنا خوله القانون أن يستعمل أي آلة أو وسيلة من أجل أن يقطع الطريق قصد إيقافه وتفتيشه. نعلم جيدا أن قطع الطريق يعد من الجرائم، لكن إن تعلق الأمر بأعوان الجمارك وبهدف إيقاف المشتبه فيه، خولهم المشرع هذا الحق. النوع الرابع من أنواع التفتيش وهو تفتيش المنازل، يحق لأعوان الجمارك بهدف ضبط البضاعة التي تمت حيازتها عن طريق الغش أن يقوموا بتفتيش المنازل، شرط أن يتقدموا بطلب أمام السيد وكيل الجمهورية من أجل أن يحصلوا على إذن مكتوب. بطبيعة الحال لا يكون الإذن شفويا، وبالتالي يتم التفتيش عن طريق الإذن وبحضور أعوان الضبطية القضائية. لا شك أن الهدف من اشتراط الإذن هو رسم ضوابط للتفتيش، كونه يشكل اعتداء على حرمة المنازل والخصوصية ككل، وبالتالي لا يحق لأعوان الجمارك أن يباشروا التفتيش في منازل الأفراد، باعتبار أن ذلك يعتبر ويكيف من قبيل انتهاك حرمة المنازل، وبالتالي الأمر مقترن أو معلق على شرط، وهو الحصول على إذن من السيد وكيل الجمهورية، ويتم التفتيش بحضور أعوان الضبطية القضائية. ويتوجب مراعاة التوقيت الخاص بالتفتيش والمنصوص عليها بموجب المادة
47 من قانون الإجراءات الجزائية، أي يبدأ التفتيش من الساعة 5 صباحاً إلى غاية 8 مساءً. لكن في حالة بدأ التفتيش بالنهار ولم يعني يتم إتمامه، هنا يمكن لأعوان الجمارك مواصلة التفتيش ليلاً. وفي حالة الامتناع عن فتح الأبواب الخاصة بالمنزل، هنا يمكن لأعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور الضبطية القضائية. لكن نشير أنه في حقيقة الأمر يجب على أعوان الجمارك أن يراعوا التوقيت المنصوص عليه في إطار قانون الإجراءات الجزائية، أي لا يمكن التفتيش قبل 5 صباحا ولا بعد 8 مساء. لكن متى تعلق الأمر بمادة المخدرات، لاحظ بأن المشرع الجزائري اعتبر كل ما يرتبط بالمخدرات من الجرائم الخطيرة التي أجاز فيها يعني خرق كل الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من توقيت وما شابه. وبالتالي إن تعلق الأمر بالمخدرات يمكن إجراء التفتيش بأي ساعة من الليل أو النهار، كما أجاز المشرع في قانون الإجراءات الجزائية إن تعلق الأمر بمادة المخدرات إجراء التسرب، نعني بالتسرب أن ينتحل أعوان الضبطية القضائية باعتبار أنهم مساعدي لأعوان الجمارك، ينتحل صفة يعني المتاجر بالمخدرات مخدرات أو يعني الشخص المشتبه فيه حتى يكسبوا ثقة الجماعة الإجرامية ويتم فك يعني شفرات الجريمة والوصول إلى المشتبه فيه. هذه تبقى بين قوسين فقط إن تعلق الأمر بمادة المخدرات. غير مادة المخدرات يتوجب على أعوان الجمارك مراعاة ضوابط التفتيش من حيث الميعاد القانوني. وبعد أن تطرقنا إلى الحقوق التي خولها المشرع لأعوان الجمارك بالإضافة إلى الحق الجوهري المتمثل في التفتيش، الآن نتناول الالتزامات الواقعة على عاتق أعوان الجمارك في نقطة ثانية. إذ يقع على عاتق أعوان الجمارك أثناء ممارسة مهامهم أن يسهروا على ما يلي: أولاً، السهر على احترام كرامة الأشخاص على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 40 من قانون الجمارك، إذ وباعتبار أنه يحق لهم التفتيش إلى غير ذلك، يجب عليهم أثناء مهامهم أن يحترموا كرامة الأشخاص. ثانياً، الالتزام بواجب التحفظ أثناء ممارسة مهامهم. ثالثاً، الامتناع عن أي سلوك يتعارض مع مهنتهم. رابعاً، على أعوان الجمارك وجميع المتدخلين في تطبيق أحكام التشريع الجمركي أن يراعوا السر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 39 من قانون الجمارك. ومن ثم يقع على عاتق أعوان الجمارك أربع التزامات جوهرية: أولها احترام كرامة الأشخاص، وثانيها يعني التحفظ، ثم بعد ذلك أن لا يقوموا بأي سلوك يتعارض مع المهنة، وفي الأخير عليهم مراعاة السر المهني. ليس بالضرورة أن يتعلق الأمر يعني بالسر المهني فقط أعوان الجمارك، نقول أن كل ناشطين في إطار العمل الجمركي عليهم احترام ما يسمى بالسر المهني، أي لا يقوموا بإفشاء أسرار المهنة يعني بعيدا عن مهامهم. وختاما، من خلال هذه المحاضرة التي عالجنا من خلالها إدارة الجمارك وأعوان الجمارك، تم الإجابة عن مجموعة من التساؤلات كانت بدايتها على حول من يحدد مهام إدارة الجمارك وبطبيعة الحال المديرية العامة للجمارك الكائن مقرها بالجزائر العاصمة. أيضا تساءلنا عن حقوق أعوان الجمارك، وتتجلى الحقوق الجوهرية بطبيعة الحال في الحق في الحماية الجنائية ضد الاعتداء والعرقلة، الحق في الاطلاع على الوثائق، الحق في كشف عون الجمارك عن هوية الأشخاص، الحق في إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي، والحق في تفتيش المركبات وقطع الطريق. أيضا تساءلنا، هل يقيد القانون إجراء التفتيش بطبيعة الحال من خلال المحاضرة؟ اتضح لنا أن إجراء التفتيش هو مقيد ومرهون على توافر إذن من يعني يقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية، باعتبار أن التفتيش يعد انتهاك لحرمة المنازل إذا كان خارج عن الأطر القانونية. وختاما، أجبنا من خلال هذه المحاضرة على الالتزامات الواقعة على أعوان الجمارك
المحرك والمتمثلة في الالتزام بالسر المهني، عدم التعسف بالسلطة، ومراعاة واجب التحفظ بطبيعة الحال. وفي ختام هذه المحاضرة، لا يسعني إلا أن أتمنى لكم التوفيق على أن نلتقي من خلال المحاضرة الثالثة.